بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. السادة مدراء الدوائر المحلية، السادة الرعاة، الإخوة والأخوات، مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع في الحفل الختامي لتكريم الرعاة للملتقى الرمضاني 12. أيها الإخوة والأخوات، إن الرسالة التي تتطلع إليها دائرة السياحة والتسويق التجاري من خلال تنظيمها لهذا الملتقى للعام 12 على التوالي تنبثق من رؤيتها لأهمية دور المؤسسات الحكومية في دبي في إعلاء القيم الدينية والروحية في هذا الشهر الكريم. فكانت الفكرة أن يكون الملتقى نافذة لكافة المسلمين على أرض الإمارات الحبيبة ليتحلقوا حول كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بصحبة كبار العلماء والدعاء من العالمين العربي والإسلامي. وقد آتت الفكرة أكلها خلال السنوات السابقة، بل وازدادت عمقا ورسوخا بتطويرها المستمر كل عام، فكرست لها دائرة السياحة والتسويق التجاري كل طاقاتها لإنجاحها ولتبقى إحدى أهم علامات الشهر الكريم بدبي. إن الملتقى حرص منذ البداية على تكوين شراكات مثمرة لعدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة التي رأت في هدف الملتقى تطابقا مع أهدافها السامية، فاتحدت أياديها مع يد دائرة السياحة والتسويق التجاري ليكونوا رعاة لكافة فعاليات الملتقى الرمضاني وشركاء في نجاحه. أيها الإخوة والأخوات، إن الملتقى ومنذ انطلاقته ما زال يحقق نجاحا تلو نجاح. ومن أبرز النجاحات التي تضاف لسجل الملتقى في هذا العام أن حظينا بشرف زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي كان لها بالغ الأثر، وكانت تلك الزيارة الكريمة لفتة رائعة من سموه ومحاضرة عملية وبليغة في التواضع، حيث جلس سموه في وسط الجمهور واستمع لجزء من المحاضرة. ومن النجاحات التي حققها الملتقى هذا العام الانتقال إلى مركز دبي التجاري العالمي لتقديم خدمات نوعية ومميزة لجمهورنا الوفي. ومن النجاحات التي تضاف أيضا لرصيد الملتقى دخول ما يزيد على 36 شخصا إلى الإسلام، منهم 26 أسلموا في محاضرة واحدة، وتم توزيع أكثر من 11,000 هدية من هدايا الملتقى الترويجية، و10,000 حقيبة دعوية من ركن كن داعيا، وأكثر من 20,000 مادة صوتية ومقروءة بستة لغات مختلفة. وسيتم بإذن الله تفطير أكثر من 100,000 صائم خلال الشهر الكريم، وغيرها الكثير من الإنجازات. ولا شك أن كل من ساهم في هذا الملتقى فهو شريك في الأجر والثواب. نشكر كل من ساهم في نجاح هذا الحدث المبارك، وعلى رأسهم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحدث صاحب الدعم اللامحدود، كما نشكر جميع الرعاة وأعضاء اللجنة المنظمة وجميع المتطوعين والمساهمين في إبراز هذا الحدث المبارك. أما الآن يتفضل السيد أحمد الفلاسي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية في دائرة السياحة والتسويق التجاري، يرفقه كل من محمد الهاشمي رئيس اللجنة المنظمة والسيد حمد المطيوعي نائب رئيس اللجنة المنظمة، فليتفضلوا للمنصة لتكريم الرعاة. نبدأ بالرعاة من الفئة الذهبية
المكتب للثقافة والإعلام. مجموعة سعيد ومحمد النابودة. هيئة كهرباء ومياه دبي. والآن تكريم الرعاة من الفئة الفضية، مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته. مجلة مضمار. موانئ دبي العالمية. آيفون إسلام. تكريم الراعي الإعلامي قناة سمت بي. الرعاة من الفئة البرونزية، جمارك دبي. مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر. فندق تماني المارينا.
والراعي الداعم نادي الإمارات للسيارات والسياحة. والآن نتوقف لأخذ الصور التذكارية مع الرعاة والجهات الداعمة. فسر لدبي مغاني الأماني وزر خيمة الملتقى الرمضاني ستلقى بها كل بر وبر هنا في رحاب الهدى والأمان. فيا رمضان الندى والسنا تعال إلينا وعش بيننا وحث الخطى كل عام إلينا فأنت لنا المشتهى والمنى. هنا النور يسطع في الملتقى هنا راحة الروح والمرتقى هنا واحة المؤمنين الدعاء بها نلتقي في رحاب التقى. هنا النور يسطع في الملتقى هنا راحة الروح والمرتقى هنا واحة المؤمنين الدعاء بها نلتقي في رحاب التقى. هنا ملتقانا. والآن مع تكريم المساهمون في الحدث. القيادة العامة لشرطة دبي. مطارات دبي. هيئة الطرق والمواصلات. فمن أضل ومن ضلل ومن تجاهل أو جهل تعال إلى ملتقى المؤمنين فكن في معين منزلا. يسطع في الملتقى هنا راحة الروح والمرتقى. محاكم دبي. الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. مكتب الدعوة والإرشاد بأم القوين. في
مدينة مدهش الترفيهية. فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي. تكريم الجهات المشاركة في برنامج صحة صائم، وزارة الصحة. هيئة الصحة دبي. بلدية دبي. شركة ديجيتال سي اي ام لتنظيم المعارض والمؤتمرات. جمعية أصدقاء مرضى السرطان. مركز البراء الطبي. المستشفى السعودي الألماني. دكتور موبن هيلث كير. شركة باير. شركة سيبا ميد. وأخيرا شركة فويس أند باور.
نتوقف الآن لأخذ الصور التذكارية مع الجهات المساهمة في الحدث. نشكر الجهات الداعمة والمساهمة. هنا ملتقانا فشد السرى وكونوا مع الله رب الورى، ففي كل يوم تقي نقي يذكر من في الدنا غررا. هنا دعوة لحيار الورى لمن فاته الهدي واستكبرا. أما الآن نعلن عن أسماء الفائزين بأحسن إلقاء ضمن فعالية مشروع خطيب الأمة. فاز في المركز الأول لأحسن إلقاء في مجال الخطابة محمد عيسى الحوسني. وفي مجال القصيد جاء في المركز الأول خالد أحمد الشيخ. والآن مع تكريم أصغر المشاركين محمد أشرف الحنبلي 5 سنوات. والآن يتفضل أبناؤنا المشاركين في مشروع خطيب الأمة لاستلام التكريم. عمر عبد الجواد الجسمي، عبد الله طيب الركن، أحمد نور الله، محمد يوسف عباس، عبد الله الكبيسي، كليم الله نور الله، والمنى والنور يسطع في الملتقى.
والآن نتوقف لأخذ الصور التذكارية مع أبنائنا المشاركين في مشروع خطيب الأمة. وكونوا مع الله رب الورى ففي كل يوم تقي نقي يذكر من في الدنا غررا هنا دعوة لحيار الورى لمن فاته الهدي واستكبرا. شكرا للسيد أحمد الفلاسي ومحمد الهاشمي وحمد المطيوعي على التكريم. بعد قليل نبدأ بفقرة خطيب الأمة ومن ثم المحاضرة. أما الآن أترككم مع فقرة خطيب الأمة والشاعر الواعد خالد أحمد الشيخ وقصيدة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. حروف النور أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختاروا الإله قلوبهم لتصير من غرش الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا. واحفظ به الأوطان واجمع شملنا فالشمل مزق والهوى أعيانا. واحفظ به الأوطان واجمع شملنا فالشمل مزق والهوى أعيانا. فالشمل مزق والهوى أعيانا. السلام عليكم. هنا واحة المؤمنين الدعاء بها نلتقي في رحاب التقى. هنا النور يسطع في الملتقى هنا راحة الروح والمرتقى. هنا واحة المؤمنين الدعاء بها نلتقي في رحاب التقى. الله يهكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضورنا الكريم، مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يعقد الملتقى الرمضاني 12. أيها الإخوة والأخوات، 40 في ليلة الختام والوداع، في ليلة الختام والوداع عقدنا العزم على أن لا نودعكم. في ليلة الختام والوداع عقدنا العزم على أن لا نودعكم إلا وقد رسمنا على شفاهكم ابتسامة جميلة يبقى أثرها إلى الملتقى القادم بإذن الله. 40 إن كنت يا شيخي بلغت 40 فلقد بلغت إذن مجون اليافعين. عذرا إذن يا شيخ مما قلته، فلربما 20 دونك من سنين. ماذا تريد 40 مضت؟ هوى أم أنها هدي الذي بلغ اليقين؟ فإذا بلغت من اليقين كماله، وبلغت مرتبة التقاة العارفين، وغدوت قطبا في الدعاة مبجلا، فعلام تزهو شامخا بالأربعين. يا أيها الشيخ الجليل، أحرتنا وأحرت أحلام الدعاة المتقين، ما 40؟ أحرتنا يا شيخ، بل وتركتنا في حيرة المتفلسفين. حدث إذن يا شيخنا عن سرها، فجميعنا مصغ لمعناها الدفين. أترككم جميعا مع مسك الختام وضيف الوداع، مع السهل الممتنع شيخ الفكاهة والطرافة والملح الشيخ سليمان الجبيلان ليكشف لكم الستار. جزاكم الله خير. ليكشف لكم الستار عن سر 40. فإلى المحاضرة، ومع الشيخ الجبيلان نعيش وقتا باسما ونافعا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه صلاة وتسليما دائمتين إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بادي ذي بدء، أسأل الله الذي بلغكم نصف الشهر أن يبلغكم آخره، قل آمين، وأن يجعلكم من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا أولا. أما ثانيا، في الحقيقة عنوان المحاضرة كما قرأتم 40، ولكن قبل أن أتكلم في المحاضرة، في العادة أنا أحط عنوان مبهم ونعطي جائزة على حسب ما يقوم به القائمون على هذا المهرجان وهذا الملتقى، إما أن يدفع الجائزة من أنفسهم أو أنا أدفع، أو حقيقة أتطفل على أخي خالد لأن يمون عليه يكون جواله هو الجائزة، وأنا شفت الجوال حقه جديد وزين من الموديل المتأخر. فعنوانها مبهم، فالذي قد يأتي بباله ما المقصود من 40 قد يعني يصل إلى ما دار في ذهني وفي مخيلتي، ونعطيه جائزة. وكما قلت لكم، استأذن الشيخ خالد أو كذلك مدير المخيم السيد أحمد الفلاسي، وأنا أعرف الحقيقة عائلة الفلاسي عائلة كريمة، يعني إن شاء الله لن يبخل أن يتبرع بألف درهم يعني من الملتقى. يتشاور هو الشيخ محمد الهاشمي، تشوفونه في الصورة في الكاميرا قاعد تتشاورون، يمكن هو يدفع 500 وهو 500، فلا بأس. وقبل أن أعطي جائزة
الحقيقة ينبهر الإنسان، يعني جاء الإمارات وجاء دبي بالذات وراء هذا الملتقى، يعني هذه السنة 12، وكيف أن هذا الملتقى يعني أثره ممتد لجميع دول العالم. حتى أني أمس أنا جاي من الدوحة، كنت في الدوحة قبل كم يوم، التقيت بشباب جايين من أستراليا ومن غرب الأرض، فيقولون لولا الله. ثم هذه الملتقيات يا شيخ اللي صورتوها خلال الملتقى الرمضاني في دبي، فليس عندنا إلا القرص أو ما يسمى بالصحن أن نشتريه ونسلم مرتب شهري، فيكون كلف علينا كطلبة، فلا نستطيع. ولكن ندخل التيوب فنجد هذه اللقاءات، اللقاء 11، يعني 11 لقاء، تصور كل لقاء كم محاضرة وكم شيخ وكم داعية، وأولادنا في أوروبا يستفيدون، وغير المسلمين كذلك من غير المسلمين تترجم لهم هذه اللقاءات فيستفيدون. فهذا الحقيقة منا وفضل وتوفيق للقائمين على هذا الملتقى، ولا سيما يعني الممون سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد جزاه الله عن الإسلام كل خير. انظر هذا الخير الممتد خلال 11 سنة يصل إلى الناس في مشارق الأرض ومغاربها. فالإنسان يقف الحقيقة داعيا رافعا يدي أكف الذراع إلى الله أن يبارك بهذه الجهود. وبين قوسين كذلك، كنت أمس في بيتي وفوجئت بصورة تأتي لي، وكما شفت في المقطع الشيخ محمد الله يمس الصحة والعافية سمو الشيخ محمد بن راشد دخل وجلس. فأنا بيكم كلكم يعني ندوم جملات، لأن احنا مشكلتنا كدعاة أو طلبة علم أو مشايخ، إذا ذكرنا أمير أو رجل مسؤول في الدولة كبير، الناس يتناقلون بالمجالس كلمة، سواء عندنا في السعودية أو في قطر أو في الكويت أو في الإمارات، يتناقلون كلمة. وش هي الكلمة ذي؟ إذا ذكرت أنا مثلا عندنا في السعودية الأمير فلان، أو في قطر سمو الشيخ فلان، أو في الإمارات، وش يتناقلون الناس في المجلس؟ جاوبوا يا أخوان، هذا مو سياسة، لا تخافون. أرفع صوتك يا باشمهندس، أرفع صوتك، أنت مصري، سمعته صحيح. يعني حنا عندنا مثلا نتكلم نمدح الأمير فلان طوال والشيخ له مصلحة، أنا والله من عام 86 أول زيارة إلى الإمارات إلى الآن قرابة الربع قرن، ليس من يصلح من أهل البلاد إلا ما أرى فيهم أولا من الخير، نسأل الله أن يبارك فيكم يا الإمارات، قول أمين. ثانيا من الشيء الذي لا ينكره إلا مكابر، يعني الشيخ محمد الله يلبس الصحة والعافية، اليوم جلست في مجلسه وافطرت عنده، فقال كلمة الحقيقة، يعني وين نسمع الكلمة ذي الحقيقة؟ قال إنه كان لقى معي، وهذا للشباب بالذات الذين في دبي بالذات وفي الإمارات عامة، في أبو ظبي، في رأس الخيمة، في الشارجة، في العين، إنه يفرح الشاب في هذا البلد أنه من خلال حكومته يطور أو يدفن. ارفعوا صوتكم لا تجاملون، يطور ولا يدفن؟ يطور. وأقرب أصدقاء لي اللي معي، يعني شوفوا ولد بيوحى أخوي عبد الرحمن معي، وحسين خان صاحب، وكلهم هؤلاء الشباب يجتهدون، لأنهم عارفين إن المسؤول سيرفعهم كلما جدوا واجتهدوا، ولا سيدفنهم. أنا اللي أشوف من ربع اللي أعرفهم خلال 15 سنة في هذه الدولة أنه فعلا تغيب عنه وترجع إلى مرتفع مستواه، تغيب وترجع إلى مرتفع مستواه، وشو؟ لأنه بذل. لدرجة أني اليوم لقيت محاضرة في النقل، إيش اسمها هي النقل؟ مؤسسة النقل؟ المواصلات. لدرجة أن سائق التاكسي، تصور سائق التاكسي يكرم ويعطى جائزة. أنا غلطان ولا صح كلامي؟ ردوا علي. أنا شفت واحد من المواصلات تو، منه تو كرم واحد من المواصلات. ما تكرمون أنتم؟ وش تسوون رعن التكاسي؟ صح؟ وترفع له صورة ويعطى جائزة ثمينة. والسبب وشو؟ إنه هذا التاكسي يعطى إيش؟ مدة مثلا 6 شهور أو سنة، إنه ما خالف الأنظمة، صح ولا مو صح؟ ما سووا مشاكل فيعطى الجائزة. اذهب لأكثر الدول الإسلامية هذا موجود فيه، تمشي بخطك واللي قدامك لوموزين يلبق على جنب، تنزل يا أخي ما في مشكلة صديق، ما في مشكلة في جري. ليش؟ لأنه ما في وراه رقابة أصلا، ما في رقابة. لو في رقابة قوية ما تصرف هذا التصرف. فلذلك ما أودي أذكر الدولة احتراما لها، ولكن أعرف دولة إسلامية أكثر نسبة الحوادث فيها من اللوموزين، من اللوموزين. فتصور، يقول لي الأخ اليوم مرشي معاه وأنا طالع من وزارة النقل اليوم، يقول لي لا، حتى الفراش في الوزارة اللي يصب الشاي والقهوة يكرم ويرفع ويعطى جائزة. صح يا أخوان؟ إيش معناها؟ معناتها الدولة، دولة الإمارات الآن تحاول تبني وتنمي ولا ما تحاول؟ وعندما نمت وبنت ونمت، استطاعت ولا ما استطاعت؟ شيخ محمد الله ما يتعبوش يقول سألتني مذيعة عام 2004 وقالت يا شيخ محمد إيش خطتك المستقبلية؟ وكان في مشايخ موجودين مليان من السعودية ومن خارج السعودية ومن مصر وكل دولة في العالم موجودين في مجلس الشيخ محمد.
فقال أنا خطتي مثلا مدة 10%، هو يقول الشيخ مدة 10% سننمي بعض المشاريع، ويقول فعلا ما قلت غير هالكلمة والمذيعة راحت. يقول بعد سنتين المشاريع اللي كنا مخططين لها في دبي خلال سنتين نفذت كلها تماما كلها. بعد سنتين نفس المذيعة جاءت وسألت، قالت يا سمو الشيخ الآن السنتين مضت وكل المشاريع اللي كنت مخططين لها تمت، فما هي ارتفاع النسبة عندك للنظر المستقبلية؟ توقعون؟ قال الشيخ محمد لا مو 20% ولا 20 ولا 30، قال 7%. يقول استغربت المذيعة، قالت ما يصير يا شيخ يعني احنا متوقعين انك، قال لا انا الان بالعكس يوم طلعت في الافق ازدادت ايش؟ اتساع النظرة. وانا راعي صيد، اذا طلعت فوق الجبل وكل ما ترجع فوق الجبل تتسع الافق ولا الضيق؟ ها تتسع. فلذلك فعلا ما احد يكابر لان هذه المدينة دبي صارت ما شاء الله يعني منتجع سياحي كما يقول الكل وافد. إذا جت الآن الإجازة الصيف بعد العيد، الآن بعد العيد أتحداك تجي عندنا في السعودية من تقريبا ثالث العيد إلى بداية الدراسة، حنا الدراسة تبدأ بعد 15 يوم من العيد، أتحداك تجد حجز للإمارات، أتحداك طيران السعودية، طيران فلاي دبي، طيران الإمارات، طيران قطر، يروح قطر ينزل، ما تجد حجز. حتى أني أمس مكتب سياحي ومعي ولدي أحمد وقال يبى بروح الإمارات يبي يحجز. ليش؟ لأنه استطاع القائمين في هذا البلد أن يطبقوا ما نريده من خلال الجواب الذي ستجاوبونه معنا 40. شوفوا قربت لكم الآن المشوار عشان تأخذون جائزة 1000 درهم، 500 من أخونا محمد الهاشمي، 500 من أخونا فلاسي. ها شيخ محمد جزاك الله خير، كريمين، أعطوهم تحية، الله جزاكم خير. يلا سرعة عشان الوقت، لأن الوقت ترى ساعة المحاضرة، فما ودي نروح الوقت. تفضل يا بشمع أخوي. لا الشيخ أبو ثوب أزرق. أيوة هي يس ترى نتكلم إنجليزي عشان السماعات، بعض الأخوة محمد. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 عاماً، قال 40 عاماً راحت عليك الجائزة. 40 سنة، 40. لا لأنك أخطيت، نعطيك 500، الله يجزاك خير. هو الآية صح. خلاص يا شيخ محمد، في جوائز خلاص صب، قول يجزاك خير. صح الجائزة حقتك، ترى الجائزة ما شاء الله أغلى من 1000 الجوائز اللي حاطين هناك. تروح تأخذ الحين ولا بعد المحاضرة؟ دحين خذها، دحين هذه دحين، ترى حقت أهل مكة يسمونها. أجيك دحين ولا بعدين؟ جزاه الله خير. قل الله تعالى في سورة الأحقاف: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله كم؟ 30 شهرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال العلماء سن 40 سن الكمال. سن 40 إيش؟ سن الكمال. القارئ لهذه الآية بعد 40، الله يمتع الشيخ محمد بن راشد بصحة وعافية، هو بعد 40 أو قبل 40؟ رد يا إخوان، هو بعد 40 لا شك أن الشيخ محمد بعد 40، لكن بعد 40 الشيخ محمد قاعد يعطي ولا قال والله أنا تعديت 40 وكبرت خلاص ما أنا مسوي شيء؟ طيب نرجع القدوة الأولى. القدوة الأولى وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عندما بعث كم كان عمره بالضبط؟ ها يا إخوان 40 سنة بالضبط. في سن 40 بالضبط محمد صلى الله عليه وسلم بعث، يعني سن يسمونه سن الكمال. طيب 40 قعد في مكة كم سنة؟ أي يا بني كم؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقك يا وليدي. غلط. أي يا بني ما شاء الله عليك، عطى جائزة ما شاء الله. 13 ما شاء الله، خذ جائزة يا وليدي، عطوا جائزة. 13 سنة رسول الله يوم هاجر للمدينة كم كان عمره؟ 53. طيب يوم راح المدينة زاد جهده ولا قل جهده؟ زاد جهده، فمضى في جهاده وجهده ومجاهدته لبناء رجال، الواحد منهم يزن أمه في المدينة من 53 إلى 63 سنة صلى الله عليه وسلم.
وهو يعطي ويبذل ويجتهد حتى إذا بلغ شده بلغ 40 سنة. إذا أخذت الكلمة 40 تجد يعني كما يقولون تسيل الأقلام وتشطح يمين وشمال على هالكلمة. لكن عندما أتى الله بهذه الآية بسورة الأعقاف يقول لك يا مسلم أنت وصلت 40، أنت بين حالتين، بين حالة قوة تكاملت فيك وعقل تكامل فيك. هل عقلي أنا يا سيمان جبلان الآن بعد ما تعديت 40؟ أنا المحاضرة قبل يمكن 9 أو 10 سنوات ما ألقيها ما ألقيها، لكن أنا يوم وصلت وتعديت عرفت. أخوي خالد الآن قبل 40 يوم كان عمره 20، هل سنه مثل الآن؟ عقليته مثل الآن؟ قوته مثل الآن؟ تختلف. الآن وصلنا 40، الله يربطنا سبحانه وتعالى بين هذه 40 وبين 40 قالها محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن مسعود في حديث مشهور. أريدك يا أخي المسلم أختي المسلم أن تربط بين 40 التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود عندما قال حدثنا الصادق المصدوق، وبين هذه 40. كم 40 يستاهل اللي يجاوب؟ مو جائزة، جائزتين من هذولي. فهمتوا كلامي؟ الآن احنا ذكرنا 40 في الآية، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 40 في الحديث الصحيح، ذكر 40. الشيخ اللي وراء أي أبو النظارة أي لا. لا لا للإنسان نفسه، الإنسان يا عمي الإنسان نفسه مو يعني يخصك أنت كإنسان. الرسول الله ذكرك بهذه الآية بـ40 ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يحشركم معه قلامي ذكر لك 40 ما بين البداية والنهاية، ما بين 40 و40 وش شيء؟ تفضل جائزتين يا باش مهندس. ذكرها المصطفى، هذا ذكره محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك شيخ، أولا أنا ربحت السنة اللي طافت 400 درهم وما خدتهاش. الله عاد صفقوا له، أعطوا جائزة. أنا مالي دخل، أنا والله أنا ضيف على البلد. أنت ما تعطي 400. هاي شيخ خالد. أنت ما تعطي 400، يا 500 يا 1000. يقول 400، الشيخ الشيخ خالد يقول أنت ما تعطي إلا 500 ولا 1000. كيف صارت 400؟ عفواً، يقول الشيخ خالد أنا في جوائزي ما أعطي إلا 500 أو 1000، كيف صارت 400 ذي؟ ما كانتش من الشيخ خالد، كان من واحد من الضيوف، من الضيوف وهرب شرد. طيب الله جائز، عطوا جائز، جزاه الخير، ضحكنا وادخل السلام. طيب جاوب عشان تأخذ جائزة. هل القصد هو العمر من 20 إلى 60؟ لا لا، حديث الرسول عن ابن مسعود رضي عنه قال حدثنا الصادق المصدوق. أكمل الحديث، مجمع بين الآية والحديث يطلع لك شيء عجيب. هو الشراكة في العمر النوار؟ لا لا، نبغى الحديث بس. أي عمي يجمع حدثا في بطن أمه؟ لا أنت حد غششك؟ من غش أنا فليس من عطى العم الشيخ. لا عطوا الجائزة، لحظة عطوا أخوي الجائزتين حقت العام وحقت السنة دي عشان لا يزعلنا بكرة قاعد. تفضل يا عم. رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أيوه. قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أيوه. يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما علقة. نطفة. نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة. مضغة مثل ذلك. ثم يأتي. ثم يأتي يبعث الله ملكا. أيوه. ينفخ فيه الروح. حلو. 3 أربعينات 120 يوم. جزاكم الله خير، عطوا جائزة صفقوا له. طيب بس بسرعة بسرعة بسرعة، ما بين 40 و40 ياخذ جائزتين، ما بين 40 و40 يعني 40 سنة و40 الأولى، كم 40؟ لا 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 ارفع ايدك الحين. ايش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ان احدكم يجمع كما قال شيخنا والدنا الله يلبسه العافية والصحة، يجمع في بطنه 40 ثم ذكر 40 40 40 40. الآن سليمان جبلان عمره 40، كم مرت علي 40؟ باش مهندس 41. أنت فين يا ابني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كم مر عليك 40؟ أنت نفرض إيش اسمك أنت؟ عبد الله أحمد. عبد الله أحمد، الآن عمرك 40 بالضبط، من 40 الأولى إلى 40 كم 40 مر عليك؟ واحدة بس. 41؟ أجل مصر عندكم، في الإمارات السعودية غير، هذا يمكن دولتكم، احنا دولتنا تختلف. كم عمي؟ شلون اثنين يا اخوان؟ شلون 40 كم؟ 5 شيخ 5. 4 شيخ 4 بس؟ والله انتم المصاري عجيبين، والله ما ادري عن دولتكم، احنا نختلف عنكم في السعوديه والامارات. ها ايوه يا عمي.
اللي معك الميكروفون، اللي معاه الميكروفون. 40. شلون 40؟ 40 كم 40 مر عليك الان؟ انا سليمان جبلان 40 سنة. ايوه 40 انا عمري، لكن كم 40 يعني؟ كم 40 اللي قال رسول الله؟ واحدة. انتبه هذه الامارات مثل مصر، الله يجزاكم خير. احنا السعودية نختلف حتى عن الامارات. خل نشوف على اليسار. ايوه باش مهندس، كم؟ 165 40. ايش يقول؟ 365. لا انت يعني ها ها يعني ها بس يعني نزل شوية. 365 40 يوم. ليش؟ لأنه سنة فيها 365 يوم. لا يا حبيبي، انت مدرس رياضيات ولا ايش؟ كانك مدرس رياضيات لازم يفصلوك بكرة. أبي مسعود ايش قال الشيخ اللي حدثنا؟ قال اجمع 40 و40 و40. كم 40؟ ثلاثة. الثلاثة أربعينات كم شهر؟ صبر. إذا تقصد هذا لحظة يا عمي، وش قال الشيخ؟ قال ثم قال صلى الله عليه وسلم فذلك 120 يوم، صح؟ يبقى 120 مرة. يعني كم في السنة 40؟ ثلاثة. ثلاثة إذا ضربتها ب 40 120. لا يا حبيبي، لا أنا خلنا نعطيكم درس رياضيات يا إخوان، اصبروا. لا لا لا، يطلع بالضبط، اسمعوا، يطلع بالضبط 360 40. هو يقول 65، لو نقص شوية أخذ جائزة، لكن السهل جائزة، عطوا جائزة. جزاك الله خير يا باشمهندس. يطلع 365 40. سليمان جبلان، خالد الهاشمي وصلوا 40. مر عليك 360 40. وصلت الأربعين، والله وبالله وتالله هذه الأربعين لو يعقل إنسان عند قوله حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة وقف وتأمل في حياته. لأن إحنا قد يقول شباب معنا الآن، أنا ماني عمر 20، عمري 20، عمري 25، ما تخص المحاضرة. الأخوات، أنا كنت ألقي المحاضرة هذه في أخوات، في رجال، ففوجئت الدولة اللي رحت لها القاعة كلها نساء، قالوا يا شيخ عنا رسلنا رسائل فوجدنا أن متجاوبين النساء أكثر، فخلينا محاضرة نسائية بعنوان إيش؟ 40. فأنا خفت الحقيقة، تعرفون المرأة لو عمرها 40 تقول لك عمري 40. شيخنا مدير الملتقى أبدا، لو تسأل الآن أمك، أنا أمي الله يمتعها لي، يقول يا أمي متعني برها، يعني وصلت ما شاء الله قرابة 80 أو 90، وما شاء الله واحدة قريبة أم جدة صديقي عمرها 125. قولوا ما شاء الله، الله يجزاكم خير. 125 بيسألها ولدها، يقول لها يا جدة كم عمرك؟ قالت والله يا ولدي إني بهالستين، وهي 125. وأنا أمي أسألها أقول لها يمه كم عمرك؟ تقول لي يا ولدي والله بهال65. وأخوي حمد عمره 65. قلت طيب يا يمه أخوي حمد عمره 65 وأنت عمر 65، جبتي عمره سنة؟ قالت إيه. فأنا غيرت المحاضرة إكراما لهؤلاء النسوة. فكون الرجل أنا وصل 40، وصل المرأة 45، ماذا يقول الله لها في 40؟ يعني الخطاب الموجه للرجل المرأة اللي وصل 40، يقول لك يا سليمان، يا خالد، يا محمد، يا صالح، يا 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 غلام خان أكبر لأنه باكستاني، يا وائل بسام لأنه سوري، وصلت الآن 40، وش يقول لك ربك؟ ماذا تريد بعد 40؟ اسمع ماذا يقول الله لك بعد 40. يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعليش، هذه أول واحدة، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني يقول يلي وصلت 40 أنت بلغت شدك، فأول ما تدعو من ربك تقول إيش؟ ها يا إخوان، حتى إذا بلغ شده قال ربي إيش؟ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى إيش؟ والدي. وش النعمة اللي أنعمها الله علينا يا إخوان؟ أول نعمة نعمة الإسلام، أول نعمة، مثل ما قال الشيخ محمد الله يمتع به اليوم، يوم تكلم عن الغربيين يقول أبشركم ترى الناس قاعدين يدخلون في الدين أفواج، ومريت يتكلم عن عندكم، كم عندكم أسلم؟ 36 بالميكروفون جزاك الله خير. 36 كم؟ 36 خلال كم؟ خلال 5 أيام أو 10 أيام. 8 أيام. سمعتوا يا إخوان؟ ارفع صوتك، ترى ما أسمعوا شيخ خالد. تقريبا يعني من أول ما بدأ الملتقى، الحين كملنا 12 يوم، أسلم خلال الملتقى 36 شخص. 36 شخص خلال 8 أيام يا إخوان.
أسألكم واحدة شيخ في ليلة واحدة 26 ليلة واحدة 26 أسألكم بالله هداية واحد للإسلام واحد وش يساوي في ميزان المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يساوي هداية واحد من يعرف ها أوقف يا أبو فستان كروهات آسف قميص كروهات خير مما طلعت عليه الشمس صح أعطوه جائزة صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يا علي بن أبي طالب امضي على رسلك يا معطاه الراية عشان خيبر هو الذي بعثني بالحق لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من إيش طيب وش حمر النعم أحد ترى شباب 2012 دولة ما يعرفون حمر النعم البعارين الزينة لأن بعض الشباب المتطور ذا يسمونه دلوعة إذا شاف البعير يقول إيش هذا الوحش ما يعرف صحيح والله صح ولا يا شيخ خالد ما يسمونه عندكم هنا في الإمارات مدلع ذا إيش يسمونه شيخ مدلع المايعين ذولا المايع واحد مايع وضرب ما واحد حونشي فقع وجهه فالمايع راح يدعي عليه قال يا ربي تتغسل ويدخل في عيونك شامبو فالشاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول يا علي بن أبي طالب الله يحشرنا في زمرة تقول آمين يا علي بن أبي طالب امضي فوالله لا يهدي الله بك رجل واحد هذه رواية البخاري خير لك من حمر النعم حمر النعم الإبل الغالي مثل عين السيارات أغلى السيارات خالد وشي لا البي ام في شيء يغلى بروش الظاهر صح بور ماي باخ نمبرجيني ماي باك شنطة دي ماي باي تردين كمبينج ما أدري والله خالد يقولها يعني لا أعطيك حديث الترمذي هذه رواية البخاري مثل ما الشيخ جوخير الله يحرم شيبة النار قروا البخاري لا أعطيك رواية الترمذي يقول عليه وسلم هو الذي نفسي بيده لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس تعلم وش معنى يا إخوان خير لك مما طلعت عليه الشمس أنا سمعت بإذن ابن عثيمين يشرح يقول الشمس طلعت عليه إيش الشمس لما تطلع الآن تطلع ليش تطلع على الدنيا ذهب وفضة وقصور وملوك وكل شيء الرسول يقول علي ترى هذه الشمس اللي طلعت على الدنيا كلها واحد وأخونا خالد الله يوفقه يقول في الليلة واحدة كم يا خالد 26 مي سهلة ذي فلذلك عندما تأتي عند 40 تقول الحمد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أي نعمة نعمة الإسلام مثل ما قال الشيخ إنك مسلم موحد تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والله نتألم يا إخواني إذا ناقشنا واحد غربي أو شرقي عن الإسلام يمكن شفتوا الشيخ اللي جاكم شو اسمه الهندي اللي حضر للشيخ محمد اللي أمس عندكم هو اللي حضر محاضرة الشيخ زاكر ناين يعني لما يقعد يتناقش فعلا أنا يعني تجمعني الصدف أني أتناقش مع شخص يعني من عباد البقر ولا عباد النار ولا فتناقش من نقاش مؤدب طبعا أنا وش أسوي قبل لا ناقش الواحد أحاول الضحكة أدخله نكتة كنت في الإنصنصير وركب معي واحد بريطاني هو زوجته فقال له الشيخ علي العجمي قال ترى هذا يعني رجل يعني يشوفني أضحك وأنا مع علي قال هذا طبيعة فني فقال يعني يعطي نكت ممكن يعطينا نكتة يقول بريطاني ذا قلت في عندي نكتة فريش قال وشي فريش يعني إيش معناها طازجة جديدة قلت عندي نكتة فريش قال وطز يعني وشي قلت في سمكتين في البحر يسبحون فالصياد رمى الشبكة في يوم ربك رمى الشبكة انصادت السمكتين في الشبكة فالسمكة قالت خويتها يا الله رحنا تونة الشاهد وشو الشاهد البريطاني ذا في فندق ريجنس في فندق بلازا كويت يوم راح الشيخ علي العجمي ورحت الغرفة دقوا علي من اللي تحت الفندق ايش اسمه توبي اللي تحت الفندق يسمونه توبي لوبي لوبي الفتحة دي تورطني لوبي دقوا علي اللوبي قالوا لي في واحد بريطاني وحرمت يسألون عن غرفتك لن يوصفني قال واحد أسمر وكذا دقنه وكذا قلنا ما عندنا فندق إلا أنت فممكن يجونك قلت ايش يبغون قال يقول انه يعني ضحكتهم انه محبوك ودهم يقعدون معك قلت نو بروبلمي كمين لكن الشاهد شو الشاهد ان هذه والله انا في لوحه بسالكم بالله اذا طبيت مطار دبي مو مكتوب لوحه عند محل السير اليوم شفتها مكتوب لا 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 كذا ليش ما قريتوها في مطار دبي حتى مطار الكويت ومطار السعودي كل مطارات العالم تلقاها كذا لا ليش لا مو باي باي كذا باي باي الله لا باي باي ذا يقول لا لتجارة ايش
البشر. أنا أسألكم لا لتجاهة البشر من الجانب السلبي ولا الإيجابي؟ العبارة اللي حطتها حكومة دبي وحطتها حكومة السعودية وحطتها حكومات الكويت قطر حاطينها العبارة ذي لا حتى في أوروبا أنا توجيه بريطانيا موجودة بالإنجليزي في مطار بريطانيا يقصدون السلبي ولا الإيجابي؟ السلبي. هل في تجارة بشر إيجابي؟ ها هذه تجارة بشر. لا يهدي الله بكيش رجل واحد هذه تجارة بشر. هذا البشر اللي يسلم الذي يهتدي الإسلام كم يصلي كم يصوم كم يحج كم كم كم. حنا شفنا أوروبيين في 86 و 89 و 90 الحمد لله تسببنا بعد الله بهدايتهم. الآن هم هناك بانين مراكز إسلامية وأنا قاعد عند زوجتي في بيتي في عنيزة والأجر صب لي في ذلك الرجل في أمريكا ولا في أوروبا يتجول. هذه تجارة بشر من تجارة بشر. لكن تجارة بشر ليش؟ لأنك تنمي في الناس المواهب الطيبة. فحنا نقول وصلنا الأربعين الله يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. إيش ليش الرسول الله في القرآن قال صالحا ترضاه؟ ما السبب يا أخوان؟ من يعرف ليش ما قال أعمل صالحا بس من دون كلمة ترضاه؟ ها لا هل كل عمل صالح يرضاه الله؟ رد يا أخوان لا ما يرضى. مو كل عمل صالح. أضربك مثال حكومة دبي إجازتها إيش الإجازة الأسبوعية؟ لا لا أعطيكم مثال يقرب. إجازتكم جمعة وسبت صح؟ عندنا صرنا مثلكم جمعة وسبت في السعودية لا. واحد يروح يأخذ عمرة وقال زميله خالد الهاشمي في أنت في دائرة الكهرباء في دائرة الكهرباء قال ترى يوم الخميس أبجي وقع عندك نظام توقيع ولا كروت؟ كروت؟ ما شاء الله بصمة تطورته. واحد عندنا عيار في القصيم عيار تعرفون شو عيار؟ يعني راعي نكت ففارض على العمال وبصمة مو بس بالأصبع بالأنف. الشاهد أخوي خالد قال لصديقة ترى بجي أبصم وأروح وين بتروح؟ قال بروح أخذ عمرة. قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل إيش؟ حجة. ومع من؟ مع الرسول خالد. قال والله أنت حرة وجاء بصم وطلع الساعة 8 دوامكم 8 شيخ طلع الساعة 8 وعلى مطار دبي الساعة 10 ركب طيران الإمارات وعلى جدة. هذا العمل يرضاه الله؟ إيش بكم خايفين؟ ليش؟ لا اللي يفصل نعطيه جائزة. أنا هذه القناة الآن فرحني الشيخ إنه هذه القناة تنقل الآن مباشرة صح؟ أنت تسمعونا في السعودية يسمعونا في قطر يسمعونا ويسمعونا الحريم ويسمعونا موظفات النساء وأنا زوجتي موظفة أشوف إذا جاء رمضان وش تقول لي؟ نبي تفصيل شرعي. ليش هذا العمل وهو عمرة وعمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضى والله؟ لا أنت ما شاء الله ما شاء الله عليك أنت خد جازة خد جب غيرك ما شاء الله قولوا ما شاء الله ما أخذت؟ طيب يلا تفضل. هو رايح عبادة جا رايح يلعب بلوتو. اوكي طب هو بصم شلون بصم ازاي هو اللي صراحة يعمل عمرة؟ أيوة. طيب اوكي هو لما يقضي عمله بعدين يروح يعمل عمرة ما جب تفصيل شرعي. إننا نبغى تفصيل شرعي بحيث اللي يسمع مسألة فقهية تنفع الدولة يعني نفس دولة الإمارات تستفيد من هالفتوى. يعني هو الحين وقت دوامه إزاي بصم الحين أصبر خلنا بصم بصمت بصم الحين وقت دوامه يزوغ الحين أي. طب هو يزوغ ولا يخلص دوامه الأول وقت مش أنت بتسألني أنا بسألك أنا بقول لك الحين هو وقت بصم أيوه. إزاي يروح يعمل عمره وإزاي هو بيزوغ وقت دوامه إزاي طيب ما ده كده بحرام. طيب حلل المسألة شرعيا حلل المسألة شرعيا. أنت الآن ما أنت قاعد تقول كلام ما حللت مسألة شرعيا. تعرف شرعيا؟ شرعيا يعني وفق الشريعة. الشريعة أن يعني الوقت الدوام ده يعني وقت الدوام ما يتحركش من دوامه. ما يتحركش من دوامه؟ يطلع منه ويروح منه بنفس الدوام. أوكي طب ما هو كده حرام. لا اسمعوا يا إخوان في أحد عنده تفصيل شرعي عط غيرك عط غير عط اللي وراك أبو العقال الولد لا أبو فنية صفراء 5-8 لا 8-5 بصر إيه فنية صفرة إيه بني خالف القانون ما اشتغل خالف القانون أي قانون لازم يشتغل. طيب أي قانون ده اللي خالفه؟ قانون الدولة. والله ما شاء الله سياسي ده ما شاء الله عطوا جائزة عطوا جائزة استاهل ما شاء الله صبقوله
هو خالف القانون صح، لكن خالف الشرع ولا ما خالف الشرع؟ الآن كبرت للسنة، الله أكبر، سنة الظهر، فقال المؤذن الله أكبر قد قامت الصلاة، ولا توي مكبر، وش أسوي؟ أقطع الصلاة. العلماء يقولون ليش هذا يقطع الصلاة؟ أيوة، لأن الصلاة اللي أقيمت واجب، واللي كبرته وش شيء؟ سنة. العمرة اللي بروح بها صديق خالد الهاشمي من مكة سنة ولا واجب؟ والعمل واجب، والواجب مقدم على إيش؟ على السنة. عشان كذا الله قال أن أعمل صالحا ترضى. فإذا راح الواحد عمره في رمضان الآن وقربه إلى الله في وقت دوامه شرعا لا يرضى هذا العمل، لأنه قدم السنة على إيش؟ على الواجب. وهذه المسألة يا مكررها الله يرحمه الشيخ العظيم في الحرم، أذكرها من عام 84 1900 أول ما بدأ يدرس في الحرم إلين ما مات الله يرحمه 1421 2001، ويكرر المسألة: يا موظفين الدولة اتقوا الله، لا تأتون العمرة وتتركون دوامكم، فقد أتيتم إلى سنة وتركتم إيش؟ واجب. ولن يرضى الله من العمل إلا ما كان موافقا لسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مخلصا له. فأنا أقول أن تعمل أن أعمل صالحا ترضى. مثال ثاني، وأخواتنا النساء موجودة، أخواتنا النساء موجودة، يخص الحريم. أمي من أهل العين وأنا متزوجة، مو أنا يعني عيل، أنا رجل، أختي متزوجة في دبي. فأمي تجي عند أختي توسع صدرها يوم الإجازة وهو يوم الخميس، تفاجئ الوالدة أن أختي يوم الخميس تصوم، وعادة تصوم الخميس وإيش؟ والاثنين. جت الوالدة قالت: يا بنيتي مزنة، أنا أجي عشان أستانس معك وأشوفك وأنت تصومين. قالت: يما حياك يا الله، والله أنا بصوم، وإذا جيتي ما ينقص صيامي ولا ينقصك شيء، الغداء هذا يحط لك والفطور يحط لك، واسمحي لي. وش رأيكم هذا الصيام قربة إلى الله ولا غير قربة؟ ها ليش؟ لأن بر الأم إيش؟ واجب. وصيام الخميس كم من النساء سوون هالطريقة؟ أنا أعرف ناس كثير يتصلون علي من العين ومن دبي ومن رأس الخيمة ومن الرياض ومن جدة ومن القصيم: يا وليدي يا شيخ سليمان، والله أني أجي عند بنتي وإني بستانس عنده وتصوم، وإني والله ما أقدر، فأتعطيني رقمها. يا فلانة ترى دقت علي أمك، وش رأيك يا أخت مزنة؟ قالت: لا أنا والله معودة نفسي ولا أقدر أترك العادة. هذا عمل يرضاه الله أن أعمل صالحا إيش؟ ترضاه. هذا أولا. ثانيا: وأصلح لي في إيش؟ في ذريتي. طيب إذا بغيت ذريتي تصلح، ما الأول سبب يخلي ذريتي تصلح؟ من يعرف أول سبب؟ أي بني الصغير، بر الوالدين، عيالي يبغاهم يصلحون، إيش دخل والديني؟ أنت باش مهندس، أنت ما شاء الله عليك باين عليك. لا صحيح كلامك صح، أنت تقول بر الوالدين، إيش دخل عيالي بصلاح والديني؟ بر والديني ها؟ أيوة، كما تدين جدعان. أنت اللي قلت يعني تبغى جائزة؟ أعطوه يا جدعان، يا جدعان أعطوه. صحيح، لأنه شف إبراهيم عليه السلام، أعطيك قاعدة. إبراهيم جاء لأبوه قال: يا أبتي، في سورة مريم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان إيش؟ وليا. إيش قال له أبوه؟ قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي وش بسوي به؟ لأرجمنك. إبراهيم يوم قال له أبوه: لأرجمك، بضربك بالحصى، وش رد عليه إبراهيم؟ لا وفنيلة صفرة، الولد الصغير وفنيلة صفرة. سأستغفر لك ربي. لا الآية الثانية اللي قبلها. طيب قال له: سلام عليك. أيوة صح، ما جبت الآية من ردها. سأستغفر لك. لا الآية من قبلها. سلام عليك سأستغفر لك ربي. ما شاء الله على هالشبل صبقوله، ما شاء الله عليه. حطوا جائزة، روح خذ جائزة، روح. يقول العلماء، ماذا يقول العلماء؟ يقولون: فبر إبراهيم بأبيه، أو لأبوه يقول برميك بالحصى، يقول: قال: سلام عليك سأستغفرك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دونه. ثم قال: فوهبنا له إيش؟ إسحاق، وش بعد؟ ويعقوب، وكلا جعلنا، يعني بر بأبوه إبراهيم عليه السلام وهو كافر مشرك. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصنام الآلهة، الله قال: خذ عيالها، ولده نبي، منه إسحاق، ومن وراء إسحاق إيش؟
يعقوب نبي، ومن وراء يعقوب من؟ لا اللي بعد يعقوب يوسف عليه السلام، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. فانظر البر الذي لقاه بسبب قوله وأصلح لي في ذريتي. قال حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أشكر نعمتك أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. ومن أسباب صلاح الذرية يا إخوان أن يكون الأب بعد نفسه قدر مستطاع قدوة عملية. يعني من لطف الله بإبراهيم أنه شرح صدر الإسلام فكان هداية الله له أن جعله نبي فكان في ذريته. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من إيش؟ من المسلمين. إذا جينا في الأرض نتجول، أنا مسلم، خالد الهاشم مسلم، الحاضرين قدامي كلهم مسلمين، في غير مسلمين ولا ما في؟ في ولا ما في؟ كم عدد المسلمين؟ عدد الأرض كم؟ عدد الأرض كم؟ عدد سكان الأرض من يعرف نعطيه جائزة؟ لا عدد سكان الأرض كما أعلن الجزيرة جريدة عكاظ عندنا يوم الأحد، كنا راكبين في السيارة أنا ومشبب القحطاني صديقي محمد مشبب القحطاني الشيخ الحمودي، راكبين في السيارة اشترينا جريدة الصبح، قالوا هذا يوم الأحد ربيع الثاني، وصل عدد سكان الأرض 6 مليار نسمة. فدق الجوال حق محمد القحطاني مشبب ولا أمه، قالت ابشر يا محمد جاك ولد، قلت 6 مليار واحد قحطاني، زاد واحد قحطاني. هالستة مليار كم المسلمين؟ كم؟ مليار ونص، والباقين 4.5 مليار. شوف ايش بالك يخطر، تجد هؤلاء عبدوا كل شيء، عبدوا الأبقار، وش بعد؟ والأحجار، وش بعد؟ والنيران، وكل شيء، حتى الفيران عبدت من دون الله. وانظر قناة MBC، وانظر قناة الجزيرة، وانظر قناة سماء دبي، ويعرضون لك بعض الدول كيف حتى الفيران كرمكم الله عبدت من دون الله. والله رحت ولاية في الصين إخواني يعبدون الفيران، الفار تقل جردي كبر هالبشت، الفار ما غير ينقز والرجال وراه ينقز الفار هو وراه طردي. هالقرية ذي ما فيها كات واحد، وش كات؟ بس واحد بس، ما تسمع كلمة نيو في هالقرية. فعندما تقول إني تبت إليك وإني من إيش؟ من المسلمين، احمد ربك إنك مسلم وصلت 40، وبعد 40 يلا اعمل. ترى ليس سن 40 سن تراخي، سن 40 يا أخوان سن عمل وجد واجتهاد، والدليل قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم. وعندكم في دبي قلت لكم الشيخ محمد الله يمتعه بصحة وعافية، وتو سألت الفلاسي بجنبي السيد قلت للشيخ مو فوق 40؟ قال نعم فوق 40، لكن فوق 40 يعمل ولا ما يعمل؟ ردوا يعمل يعمل. ولفت بين قوسين لمن أعطاه الله مناصب قيادية وأعطاه أموال وثراء، خذ مما فعله الشيخ محمد، شفتوه في الصورة ما شفتوه؟ دخل الشيخ وقعد. لو سألت أي واحد قومته قلت بصدق لا تجامل، وش يدل الحركة ذي حقة الشيخ محمد؟ لا الولد الصغير ذا، الولد الأبيض عطه هي الميكروفون التواضع. شوفوا صغير، كم عمرك يا بني؟ 15. عمرك 15؟ عطه خلي الميكروفون. كم عمرك يا بني؟ 15. قبل 15 سنة أين كنت؟ جاوب لك جائزة. بطن أمي. وقبل أن تكون بطن أمك أين كنت؟ سوي كذا وش كذا ما تدري شو؟ ما أعرف. ما تعرف؟ قبل 15 قبل بطن أمك ما تدري وين كنت؟ في العين؟ لا. ها وين؟ قل يا بني كنت صار أبوي. صفقولة صفقولة ما شاء الله، تعال خذ جائزتين، راح خليه ياخذ جائزتين ما شاء الله. شوفوا الان هذا الولد ما جاء من سموه الشيخ محمد بن راشد، صح ولا مو صح؟ يقول ما دام الشيخ في الشاشه ذا ودخل وقعد وهو حاكم البلاد حاكم دبي، دخل وقعد بين الناس، هذا يدل على ايش؟ التواضع معه، يعني ما فيها مجاملات. الان يا حبيبي تجيلك بعض الناس منفوخ تقول ديك رومي، تقول بشه شايف نفسه وين أعطاه الله لهم اليورين 3 ملايين 4 ملايين صار في المحفظة حقته، ويلا سلم على الناس بروس صبيعة. وحنا شفنا ويا ما شفنا، ما أجمل التواضع، ولكنه في الأغنياء والأمراء أحسن، صح ولا مو صح؟ أسألكم بالله تواضع الشيخ يزيد في عيونكم ولا ينزله؟ يزيده. قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله إيش؟ رأيت بعيني وأنا في الطيران من يتكلم على الموظفين السوبرفايزر حق الخطوط ويقول له أنا أركب درجة سياحية، يقول الموظف لأنه جاء لقى درجة أولى فيها أماكن وهو ماخذ درجة سياحية،
فقال له السوبرفايزر أنا أسمع بأذني هذه اللي بيأكلها الدود، قال يا أخي هذه رقمك ورقمك في السياحة، قال لا أقول للموظف اللي تحت أبغى درجة أولى يقول فل شوف الكراسي فاضية، أنا يكررها ثلاث مرات أنا أسمع أنا أركب درجة سياحية، قال له هذا يعني مو شغلي، قال أقول لك أنا أركب درجة سياحية، قال يا عمي هذا مو شغلي، قال أقول لك أنا ثلاث مرات أكررها. أسألكم بالله اللي يركب سياحية واللي يركب أولى يصرون مع بعض ولا يتأخرون؟ يصرون الجميع، لأن ترى خطوط السعودية والخطوط الإماراتية وغيرها من خطوط بعض الأوقات يبلش يركب لك شايب عام ما يقدم ويشوف الكرسي كبير ويقعد. أنا شايف أصيب المنظر ذا بعيني قدام عيني، جاء واحد وقعد، فجاء راعي الخطوط قال له سمحت يا عمي ترى محلك ورا، قال رح ورا ولا بهالعصا رح، أنا مسلم قروش ماني مسلم عبس. إي والله، قال يا عمي. فأنا قلت المضيف خليك ذكي، قال شلون؟ قلت تعال أقول لك، قل له بإذن يا عمي وين تبي تروح؟ مثلا بيروح مثلا من مثلا دبي بيروح مثلا للكويت، فسأله قال له وين تبي تروح؟ قال مثلا بروح مثلا السعودية، قال يا عمي هذه تبي تروح قطر واللي وراء يروحون السعودية، قال أجل برجع وراء بحكمة ولباقة بحيث أنه ما يزعل الشاي. لكن يجي واحد يتكبر ويجي الشيخ محمد ويقعد بين الناس، ترى مي سهلة يا إخوان، ترى هذه نعمة من الله يهبها لمن يشاء. من سيد المتواضعين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. دخل زي كذا الناس متجمعين فقال أين محمد؟ فقال ها أنا كذا أشر مثل ما يشرون في المطار حقنا الطيارة، قال ها أنا يا أخ العرب أنا محمد بن عبد الله. يوم شافه انتفض خاف، قال لا لا ترى لا ترى، إنما أنا بشر أكل كما يأكل البشر وينام كما ينام البشر، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. إيش معنى القديد؟ هاي 2013 الشباب والله نعرف هالولد الصغير وفنية سروة صفرة لأعطي 500. تعرف القديد؟ أنت الخبز الناشف؟ الحمد لله 500 جدا انقطع قلبي. لا مو الخبز الناشف هذا يسموه اي بس ما في جائزة. اي لحم ناشف. من اللي غششك؟ عطوا جائزة. من اللي غششك؟ انا اعرف. قل أمانة ما حد غشش صدق. لا والله عرف إن اللحم. تعرف إن اللحم اليابس؟ أي والله. وشلون عرفت؟ من أبوي. أبوك يعني وراك لحم يابس وقال لك هذا قفر؟ قال هذا قديم. شنو اللي اسمه؟ إيه يا يكذب يكذب قل الصدق إيه. والله العظيم. طيب خذ جاهز عضو جاهز زارك. فأقول ما أجمل حقيقة انتهت الساعة، ما أجمل أن نعيش بالأربعين بمعناه الحقيقي، نعطي نتفاعل نبني لا نتوخى أقول وصلت أربعين كسرت، لا جد واجتهد واجمع ما بين الأربعين الأولى والأربعين الآخرة 360 أربعين، كم مر عليك من أربعين؟ ماذا بنيت؟ ماذا فعلت؟ والله وبالله وتالله سيكتب لك التاريخ. انظروا هذا الملتقى المبارك كيف هؤلاء الصغار، شوفوا من الآن يربونهم أعمارهم على أصغر واحد كم توش خالد؟ خمس سنوات. كيف يبنى مثل هؤلاء الأجيال؟ تعال بعد 15-15 سنة شوف كيف تبنى هذه الأجيال. نريد أن نبني يا أخوان وأن نأخذ صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمد كان يبني صلى الله عليه وسلم ولا يهدم، يجمع ولا يفرق، يسود ولا يبدد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان صلى الله عليه وسلم قدوة يمشي بين الناس، وصل 40 وهو قدوة، لم يبعث 39 سنة بعث الرسول لما بعث؟ رد يا أخوان 39 بعث؟ ما بعث، لكن بمكة قبل أن يبعث ماذا كان يسمى؟ الصادق الأمين، الصادق الأمين. فما أجمل أن نبني حياتنا من صغرنا من طفولتنا ومن نعومة أظفارنا على الأخلاق الحميدة. واعلم علم اليقين كما أجمع العلماء أن ما تبنيه في الصغر سيكون أثره عليك في الكبر. إن الغصون إذا قومت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب، أمسى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيء يبغي عند الأدباء؟ ما يصير. شوف الدول اللي ارتقت تلقاها من صغره. انا رحت اليابان للاسف عيالهم والله ليش انا فرحت الحقيقه وعجبت الملتقى حقكم لانكم مهتمين بالاشبال. اليابان ترى مهتمين باشبالهم. اليابان دوله للاسف عندها تعصب لصناعاتها وتطور وتطوير بلادها بشكل عجيب، صح ولا مو صح؟ هل منكم احد شاف ياباني جيبه قلم امريكي؟ اتحداك تشوف ياباني بجيبه قلم مكتوب صناعه يو اس اي، اتحداك. الياباني متعصب حتى في عطسته، متعصب لتجارته وصناعة بلده حتى في عطسته. إذا عطس الياباني اسمع ياباني يعطس، يعطس على شركة من شركاتهم تعال أشي
فتعصب الحقيقة لأن تبني كما بنى اليابانيون بلدك وأن تصير شامة في البلد يفتخر بك. أنا فرحت بأخوي حسين خان صاحب عندما كرمه الشيخ محمد الراشد وأعطاه جائزة قلت له حسين اشتهي زي كذا. أفرح لما يجي يكرم الشيخ محمد سواق تاكس ويتشجع حتى يصير بكرة بعده سائق حافلة معه جائزة. نجتهد أن نكون كلنا أولئك الرجال الذين بنوا وأثمروا بعد أعمارهم في سن 20 وصلت 30 وصلت 40. فإذا وصلت 40 خلاص طبيعي، وصلت 50 طبيعي. ابن عثيمين وصلت 76 سنة وهو على فراش الموت، وما بقي على موته إلا 6 أيام لأنه مات في شوال وهو والأكسجين على فمه في الحرم المكي. ترفع عنه حقة الأكسجين ثم يتكلم ويحدث الناس ويفتي ثم يرجع عليه الأكسجين. فكان آخر حياته وهو بذل وعطاء وبناء للأخلاق أخلاق وقيم عبر ما يدرس ويعلم الناس. فلنكن يا أخوان كما كان أباؤنا وأسلافنا وأجدادنا من الصحابة والتابعين قدوة حسنة في أسناننا من سن التكليف 15 حتى سن 40 وما بعد 40. أسأل الله أن يجازي الشيخ أحمد محمد بن راشد كل خير، قول أمين، على هذا الملتقى المبارك حيث برعايته استمر هذا الملتقى للسنة 12. وأسأل الله أن يبارك القائمين الأخوة كلهم والجنود الذين خلف الكواليس على هذا الجهد المبارك. وأسأل سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن نرفعه بثوب الصحة والعافية. أسأل الله يا أهل الإمارات أن يبارك لكم في أعمارهم، قول أمين، وأن يوسع لكم في أرزاقكم وأن يصلح لكم نياتكم وذرياتكم وأن يوفقكم حكومة وشعبا. وأسأله من أراد بكم سوءا أن يشغله بنفسه، قول أمين، وأن يرد كيده في نحره وأن يسلط عليه سيف انتقامه وأن يكلأكم برعايته ويستحفظكم ملائكته وأن يوفقكم لكل خير وأن يجعل هذا للمسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها. نودعكم إلى العام القادم، أخوكم أحبكم سليمان عبد العزيز أخوك. نودعكم على أمل اللقاء بكم في العام القادم، أخوكم سليمان عبد العزيز الجبيلان كامل الدسم خالي من الكريستون. بارك الله فيك شيخنا. هذا السائل يسأل عن أغرب أو أطرف المواقف التي مرت عليك أثناء مخالطتك للناس. موقف يعني شو غريب أو طريف؟ والله كنت في صنصير وركب معي مصر أخ مصري كرفته وشخصية في وزارة الصحة، سلمت عليه قلت زيك يا باشمهندس، قال أهلا زيك. طبعا أنا ما أعرفه ولا يعرفني، ومعي خالد الدائل ومعي إخوة. كنت متزوج، قال أدعي لي يا شيخ والله مش متزوج. قلت الله يزوجك واحدة صالحة، قال أمين. قلت طيبة، قال أمين. قلت كويسة، قال أمين. قلت حلوة زيي، قال لا أنت بتدعي عليا والله مش حتجوز. قلت يا باشمهندس أنا ماني حلو، قال أنت ماخذ بنفسك مقلب والله مش حتجوز. فكان يحرجني، قلت لا ثاني مرة توبة. جزاك الله خير. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ سليمان الجبيلان على هذه المحاضرة الرائعة. نلقاكم بإذن الله في الملتقى الرمضاني 13. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.